يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أقر بحد من حدود الله هل الأفضل له أن يرجع عن إقراره، وهل يعد ذلك الرجوع كذبا منه؟ نعم، يعد يرجع له أن يرجع عن إقراره ما لم يتم النصاب، ما لم يتم النصاب الإقرار فله أن يرجع ويستر على نفسه. نعم، مع التوبة إلى الله، ما هو بس يرجع، مع التوبة إلى الله. نعم.